احنا امبارح اتكلمنا على كروس بلاتفورم ديفلوبمنت عشان موبايل. كنا قلنا ان عندي طريقين الناس بتوع الكروس اس دي كي اخدوها، كان عندي طريق هايبرد وطريق كروس كومبايلنج. طريق الهايبرد عشان ابيلد موبايل ابلكيشن يرن على اكتر من بلاتفورم، بعمل ويب ديزاين اكني بعمل موقع ريسبونسيف اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، هم اوضه قادر بياخد الكلام ده بيحولوه موبايل ابلكيشن. طب بيعملوا كده ازاي؟ بيخلوا الابلكيشن بتاعهم يلود براوزر في الرام، ياخد الكود بتاعي يعمل له انتربريتر فيبان الشكل اكنه موبايل اب، بس هو في الاول في الاخر هو ويب ديزاين او اكنه ويب سايت بس معمول له ريسبونس. دي كانت الطريقه الهايبر. الطريقه الثانيه الكروس كومبايلنج، قلنا هنكتب كود جافا سكريبت زي ما عملنا امبارح في الديمو اللي عملناه في اخر المحاضره. هنكتب كود جافا سكريبت، كود جافا سكريبت ده بيتحول لنيتف كود. امبارح مشينا طريق الكروس كومبايلنج واحنا شغالين اصلا تايتينيوم، وفكره تايتينيوم كله ان هو بيمشي بالكروس كومبايلنج بيطلع نيتف كود في الاخر. الطريق الهايبرد قلنا في حاجه اسمها فون جاب، دي اللي هي مقابله للتايتينيوم في السوق. الناس هتلاقي شغاله بره الكروس بلاتفورم شغالين فون جاب شغالين تايتينيوم. اللي واخد سكه الهايبرد هو الفون جاب، كل الابلكيشن بتاعتهم بتبقى عباره عن حاجه شبه الويب كده بس ريسبونسيف. وريتكم انا امبارح ابلكيشن عباره عن موقع كده بس هو متحول موبايل ابلكيشن. طيب هو التايتينيوم ماشي برضه بالكروس كومبايلنج، بيحول الكود لنيتف كود، بس هو برضه بيقدر يعمل هايبرد، يعني بيقدر ياخد منك موقع معمول اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت وبيحوله لك الموبايل ابلكيشن في الاخر. احنا النهارده التوبيك بتاعنا هناخد تو توبيك، هناخد ازاي نعمل هايبر ابلكيشن بالتايتينيوم، وازاي في وسط المحاضره هنتكلم عن الداتا ستورج. في الهايبرد ازاي التايتينيوم بيعمل هايبرد؟ التايتينيوم بيخليك تكريت البروجكت بتاعك اكنك بتعمل ويب ابلكيشن بالظبط، بتعمل اتش تي ام ال تركب عليه سي اس اس، لو انت عايز اي سكريبت تشغل السكريبت ده. بيديك اريحيه انك تجيب اصلا ديزاين جاهز، الديزاين ده بتيجي تحطه في البروجكت بتاعك، وبعد كده بتكتب شويه لاينز كده من الكود بتحول لك الديزاين ده لموبايل ابلكيشن. ازاي الدنيا دي بتحصل؟ عندي تي اي او تايتانيوم زي ما اخدنا امبارح دوت يو اي، في فانكشناليتي في النيم سبيس اسمها يو اي بتعمل القصه دي اسمها كرييت ويب فيو، دي فانكشن بس راجعها في الاب جي اس الفايل اللي هو بتاع الاب جي اس. بياخد بروبرتي مهمه جدا اسمها اليو ار ال، اليو ار ال ده بيبقى الباص بتاع الاندكس بيج بتاع الديزاين بتاعك. انت عامل مثلا اي ويب سايت بنعمله بيبقى فيه اندكس اتش تي ام ال دي اللي هي صفحه رئيسيه بتاع الموقع، بعد كده صفحه دي من خلالها بقى بروح للصفحات الداخليه بتاعت الموقع. فانت بتعمل الديزاين بتاعك في فولدر مثلا جواه كل الفايلز بتاعت اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت، وبتيجي في الاب جي اس اللي هو البوت ستراب فايل بتاع التايتينيوم بتاعنا بتكتب الكلام ده تي اي دوت يو اي دوت كرييت ويب فيو، بعد كده بياخد بروبرتي مهمه جدا اسمها اليو ار ال، بعد كده بتديله الاندكس بتاع البيج بتاعتك. فهو بقدر قادر بيحول الديزاين ده لموبايل ابلكيشن. طبعا الكلام ده بينجز في الوقت، انت ممكن يكون عندك ديزاين جاهز فبدل ما تقعد تكتب الديزاين انت بالجافا سكريبت وهو يتحول بعد كده لنيتف كود، لا انت ممكن يجي لك عميل اصلا معاه ديزاين جاهز وعايز يقوم الابلكيشن بتاعه ده في مثلا في خلال نص ساعه ولا ساعه. فانت بتاخد الطريق بتاع الهايبرد ده استسهالا يعني، بس هو كبرفورمانس مش كويس، هو بيلود البراوزر. انت متخيل حاجه زي الكروم مثلا بحجم الكروم حصل لها لودنج في الرام بتاعت التليفون بتاعك، كل ده عشان اشغل صفحه ويب، فده كبرفورمانس مش كويس، تعبان جدا. انت لو عامل حاجه كريتيكال مثلا او حاجه مثلا زي ابلكيشن لبورصه مثلا الدقيقه بتفرق. لو هتمشي بسكه الهايبرد فالبرفورمانس بتاع الابلكيشن بتاعك هيطلع تعبان جدا. تعالوا نعمل ديمو على السريع كده عشان الناس ما تحسش ان احنا بنتكلم في الفراغ. نعمل ديمو
حاجه هنا كريت بروجكت عشان الديمو بتاعنا. تمام كريت بروجكت نيو موبايل اب اشتغل كلاسيك مش كلوي. بعد كده اسميه الاب اي دي. ده اتفقنا ان هو حاجه يونيك عشان الاب ستور اللي هرفع عليه الابلكيشن بعد ما اخلص. ديبلويمنت تارجت، انت عايز الابلكيشن ده لما يحصل له كومبايل يطلع لك الفيرجن اللي اترن على ايه، بلاتفورم ايه. بعد ديسيبل السيرفيس دي مش عايز استخدم منها حاجه بتاعتهم العكيرات بتاعهم. اتفقنا ان انا لما البروجكت بيخلص بيتكريت انا بيبقى عندي اهم تو فايلز، الفايل بتاع الكونفجريشن ده والفايل اللي اسمه app.js، ده اللي بكتب فيه كل البروجكت بتاعي. تمام. دلوقتي انا هشتغل هايبل. احنا امبارح عشان نشتغل كروس كومبايلنج بدانا نكتب الديزاين بتاعنا اليو اي كله كود جافا سكريبت، صح؟ كان كود جافا سكريبت وكتبناه كله، بعد كده عملنا كومبايل فتحول لكود جافا او كود ويندوز فون سي شارب او اوبجيكتيف سي لو احنا شغالين اي او اس. طيب انا النهارده بقى هشتغل هايبرد. هايبرد ده انت بتعمل الديزاين بتاعك HTML CSS JavaScript والابلكيشن بيحول الكلام ده لموبايل اب. ازاي هعمل كده؟ هنيجي كده نكريت فولدر وليكن اسميه تمبلت. في الفولدر ده انا هحط فيه الديزاين بتاعي كاني بعمل ويب ابلكيشن بالظبط. هبدا اكريت جواه فايل وليكن لا لو جي كويري هيشتغل. لا لو اشتغل. اكيد انك بتعمل ويب ابلكيشن بالظبط. بتعمل ويب ابلكيشن بالظبط فعلا. تمام. كل حاجه تمام. اندكس اتش تي ام ال. بس انا مش عايزكم تنبهروا بالقصه دي قوي لان ده اصلا كبرفورمانس وايز مش كويس. تمام. لو عايز تنجز سخان تمام. بالظبط بالظبط. ما هو الابلكيشن اللي انا وريته لكم امبارح ده، الابلكيشن اللي انا وريته لكم امبارح اللي هو ده. ده. هيفتح بس. انا كونكت على ايه طيب؟ ده فعلا على السخان زي ما هو بيقول. انا شغال فريلانس على موقع اسمه اب وورك لو تسمعوا عنه. هو ده عميل كان عايزه فعلا كده، عايزه في 10 دقائق مثلا. فهو القصه هو كان معاه ديزاين جاهز شغال كل حاجه الدنيا تمام. انا اخدت بس الديزاين منه هقول لكم انا عملت ايه بالظبط، ما عملتش ازيد من كده. تبتدي كده تعمل الديزاين. هو الراجل كان عنده ديزاين جاهز بتاعه. فبتيجي انت تعمل فولدر تسميه اي اسم وليكن تمبلت، تبدا تكتب فيه ال HTML بتاعك عادي خالص. مثلا HTML عندك، لو عندك هنا مثلا style.css، لو عندك كمان مثلا سكريبتايه نقسم بقى الدنيا بشكل منظم. نعمل هنا فولدر نسميه سي اس فولدر، نحط فيه السي اس بتاعنا. كان جيب فولدر نسميه جافا سكريبت حاجه زي كده. قول جي اس، حط فيه هنا مثلا اي حاجه، اي فايل كريته انا سمي سكريبت مثلا دوت جي اس بيعمل اي حاجه. تعالوا نعمل كده اكننا بنعمل صفحه ويب فيها فورما بس بتاخد مني اليوزر نيم والباسورد زرار لوجن. هنعمل اتش تي ام ال هيد بادي
نبدأ نعمل الفورم مثلا اللي هو تيبل تيبل، نخلي البوردر بتاعه واحد مثلا، نشيل القصة دي مش عايزها، مش عايز الهيد، هقول هنا مثلا يوزر نيم باسورد، هنا باسورد، طيب بتاعنا هيبقى باسورد، اجي هنا اديله زرار بس بتاع اللوجن حاجة زي كده الاسباني لوجن. عملت فورمة عادية خالص، عملت ويب سايت فيها فورمة، عملت بيج فيها فورمة بتاعت لوجن، تمام. ايه ابلاي اي ستايل مثلا، ولكن نقول البادي باك جراوند مثلا الكلر بتاعته يبقى لونها احمر، تمام. هاجي هنا اعمل امبورت للكلام ده للسي اس اس، مش بعمل حاجة جديدة، كل ده اني بعمل ويب ديزاين بالظبط. HTML CSS بعد كده التايب بتاعه شكست على القصة دي كلها، تمام. انا كده عملت، اكيد بعمل ويب ديزاين. نزل انت اي ويب ديزاين جاهز من على النت بس يكون ريسبونسيف بال HTML بتاعه بال CSS بالجافا سكريبت. طيب انا عايز احول كل الكلام ده لموبايل اب. احنا امبارح لما جينا نبدا اول حاجه بدانا نعملها هنا في الابل جي اس نيم سبيس، افتكروا بار ماي اب، بعد كده توب ليفل كونتينر. كان عندي نوعين من التوب ليفل كونتينر، الويندو او تاب جروب تاب بيز. اشتغل على الويندو، كرييت ويندو اديلها التايتل بتاعها مثلا دي 2 العنوان اللي بيظهر فوق، بعد كده اقول الباك جراوند كلر بتاعها مثلا لون احمر. دي بترجع لي اوبجكت كنت بستقبله امبارح برضو فاريبل اي اسم وليكن ويندو، بعد كده باوبن الويندو دي ازاي بقى هحول ال HTML CSS جافا سكريبت فايلز دي احولها لموبايل ابلكيشن. هيجي هنا دور حاجه اسمها الويب فيو، ويب فيو، ويب فيو دي ده كونتين كومبوننت كده عندي في الموبايل بياخد اي HTML CSS جافا سكريبت ويروح هو يلود البراوزر ويخلي البراوزر ينتربريتر الكود ده فيظهر لي الشكل اكنه ويب ريسبونسيف او اكني فاتح براوزر من خلال الابلكيشن بتاعي. بعمل الكلام ده ازاي في تايتانيوم تي اي دوت يو اي دوت كرييت ويب فيو، تاخد مني بروبرتي مهمه جدا اسمها يو ار ال، تاخد مني الباص بتاع الاندكس بيج بتاع الديزاين بتاعي. احنا اتفقنا ان انا الكرنت دايركتوري بتاعي هو الريسورس، فانا عشان اوصل للاندكس دوت اتش تي ام ال دي دايركت على طول حتى التمبلت لان هو معايا نفس الليفل، بعد كده اندكس دوت اتش تي ام ال ده كده اكني ماسك براوزر بانتربريتر الكود بتاعي، اكني ماسك فيو كده، اكني ماسك الفيو بتاع ال HTML بتاعي. ده بيرجع لي اوبجكت محتاج ان انا استقبله في فاريبل وليكن فيرست ويب فيو، ده كومبوننت فاكيد مش هيبقى مرمي كده في الهواء، لازم اضيفه على كونتينر ماي اب دوت ويندو ويندو دوت اد الكومبوننت بقى. ده بس اللي انا بحتاج اعمله عشان احول الديزاين ده لموبايل اب. هحتاج ان انا رن، عشان ارن
هاجي منه. عشان ارن ده موبايل ابلكيشن فلازم يرن على تليفون، فعشان انتوا تشوفوا على تشو منزل فيرتشوال ديفايس كده اسمه جيني موشن. انتوا مش هتحتاجوا تنزلوه ده لان انتوا هترنوا على التليفون التليفونات بتاعتكم على طول، تمام. مجرد بس ما توصل التليفون بتاعك باي يو اس بي كيبل هيظهر هنا في الران ليست. انا محتاج بس جيني موشن ده عشان انتوا تشوفوا على تشو. كده الفيرشوال فتحت، نرن بقى. انا كنت عامل هنا الديزاين عشان ما ننساش، كنت عامل بيج الباك جراوند بتاعها لون احمر من سي اس اس فيها لوجن فور اندرويد ايميليتور، هختار الديفايس اللي حرمنا عليه سيف. ناخد وقت بس عشان نبل. تمام، هو كده هيفتح دلوقتي. شايفين ده كده دلوقتي بص على السكرين كده ايه اللي حصل. كده هو اخد الديزاين اللي انا عامله اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت حوله لموبايل ابلكيشن، تمام. بس هو في الاصل هو شكله اصلا ما يديش موبايل ابلكيشن، صح، بس ان هو موقع ريسبونسف بس. فهو ده الهايبرد بينجز معايا. بخلص والدنيا بتخلص وبطلع اليو اي بتاعي، ممكن اعمل الديزاين بتاعي بال HTML CSS جافا سكريبت بينجز معايا في الوقت، بس هو الشكل وفي الاخر برضه تحس ان هو ريسبونسف ويب سايت.
هما في الفترة الأخيرة دي مثلا من شهر أو من شهرين نزلوا مجموعة من اللايبرز كده بالجافا سكريبت بتحاول تطلع لك الشكل بتاع الأبلكيشن أكن الكومبوننت أكنها نيتف. يعني في لايبرري اسمها ماتيريالايز بتطلع شكل الكومبوننت بتاعتك لو أنت استخدمتها في الديزاين بتاعك، بتطلع شكل الكومبوننت أكنه مثلا لما تعمل انبوت تكست بتطلعه أكنه انبوت تكست بتاع موبايل مش بتاع ويب. وفي عندك حاجه اسمها جي كويري في الموبايل، دي لايبرري مشهوره جدا، جي كويري في الموبايل قديمه بقى لها سنه او سنتين وكانت كمان بتطلع شكل الكومبوننت في الاخر برضه بتاعتك كانها بتاعت موبايل، بس في الاول في الاخر بتحس ان هو مش ابلكيشن قوي. طيب هو ايه اصلا ال HTML؟ ال HTML دي كانت عباره عن ايه؟ من النولج بتاعتكم عباره عن ايه اصلا؟ ايه هي ال HTML؟ تمام، مارك اب لانجوج بلانت سايد صح؟ الجافا سكريبت بلانت سايد اخرها تعمل ايه؟ ترسم. اخرها ترسم صح؟ جوجل شايل شرح حاجات في الديزاين بتاعك. تقدر تاخد اكشن مثلا ان هي تسيف في الداتا بيز؟ ما تقدرش صح؟ تقدر مثلا ان هي داتا بيز تقدر انك تاكسس الفايل سيستم بتاع السيرفر او اي جهاز ما تعرفش تاكسس اي فايل سيستم. فهي اخرها للشكل بس كده. انما تاخد اكشن لا. طب انت لو كنت محتاج انك تاخد اكشن من الجافا سكريبت وبتعمل ايه؟ اجل سنة كان بيبعت ريكوست صح؟ فانت الجافا سكريبت اخرها ان هي تاخد منك شوية ديتا تلمهم كده وتبعت ريكوست، تبعت ريكوست المكان هو اللي ياخد هناك الاكشن. ده نفس الكونسيبت عندنا هنا في الموبايل برضه. انا هنا دلوقتي اللوجن دي بعد ما ادخل اليوزر نيم والباسورد من الديزاين اللي اتعمل ده محتاج اروح اشوف الراجل ده مدخل اليوزر نيم والباسورد صح. فانا هنا دلوقتي محتاج ان انا ايه؟ اكسس الداتا بيز. اخد مثلا اليوزر نيم والباسورد اللي انا مدخله واروح اكسس الداتا بيز. يعني هبعت ريكوست. هبعت ريكوست لحد ياخد هو الاكشن ده. مين الحد ده؟ انت كنت في الاي اس بي كنت بعته ريكوست لمين؟ الاي اس بي بيج صح؟ بيج كده مستنيه مني ريكوست تطلع عشان تاخد هي اليوزر نيم والباسورد. تمام؟ حد كان مستني الريكوست ده. نفس الكونسبت هنا، انا هنا في ال HTML هاخد اليوزر نيم والباسورد وهبعت ريكوست. ازاي هبعت الريكوست ده ولمين؟ هبعت الريكوست عادي خالص، هلسن على الاكشن اللي هيحصل على الباتون بتاع اللوجن ده، هاخد اليوزر نيم والباسورد، اكني شغال جافا سكريبت عادي جدا. وبدل ما هبعت الاجاكس ريكوست اللي بتبعتوه للاي اس بي، لا انا هبعت ريكوست بطريقه ما للفايل اللي اسمه app.js. الفايل اللي اسمه app.js ده هو اللي بيقدر ياخد الاكشن. تمام؟ عندي هنا الفايل اللي اسمه app.js ده بيقدر ياخد اكشن. هنعمل القصه دي ازاي؟ انا دلوقتي عايز اخد اليوزر نيم والباسورد الراجل دخلهم هنا، ولما اضغط على لوجن يروح يشوف في الداتا بيز اليوزر نيم والباسورد دول موجودين صح ولا لا. فالكلام ده الجافا سكريبت ما بتقدرش تعمله، او ال HTML و CSS وجافا سكريبت ما بتقدرش يعملوا الكلام ده. فكنا بناخد الكلام ده ونبعته ايه؟ في ريكوست. طيب انا عايز اليسن لما الراجل يضغط على الزرار بتاع اللي هو اللوجن باتون ده. حد هنا اي دي بس اي دي مثلا اسميه لوجن باتون. حد هنا اي دي اسميه باتون. حد هنا ادي اي دي اسميه يوزر نيم. طيب زمان انتوا قلتوا لي ان احنا بنعمل الكلام ده بالاجاكس، كنت بتلسن تشوف الراجل ضغط على اللوجن باتون ده ولا لا صح؟ بتلسن ازاي؟ نكتب كده بالجافا سكريبت دوكيمنت بتجيب element by id بتجيب الزرار. اصلا الفلسفه بتاعت الجافا سكريبت كلها بتتلخص في كلمتين، هات الاليمنت اللي انت عايز تلسن عليه الاكشن وشوف انت هتعمل ايه بعد كده. انا دلوقتي اول حاجه هقول ويندو دوت انلود ليه ويندو دوت انلود رسم. تمام هعمل شوية حاجات كده. بعرف بس شوية فاريبل فوق، شوية فاريبل زي كده فوق. تمام شغال جافا سكريبت. فاجي هنا اقول يوزر نيم ده الفاريبل اللي انا عرفته ده هيبقى عباره عن الدوت دوت جيت element باي اي دي. تمام
انتوا اكيد شفتوا الكلام ده قبل كده، ده جافا سكريبت عادية خالص، بيور جافا سكريبت. هجيب اللوجن باتون ده، وبعد كده هجيب كمان ده اللوجن باتون، ده اليوزر نيم، ده الباسورد، باسورد تمام. انا عايز لما الراجل يضغط على الزرار، لما الراجل يضغط على الزرار دي بتترجم بقاد ايفنت لسنر كليك فانكشن. حاجة هنا اقول يوزر نيم فال مثلا عبارة عن الفاليو اللي الراجل دخلها في التكست فيلد ده، يوزر نيم دوت فاليو، نفس القصة بالباسورد. خلينا اقول باسورد فاليو عبارة عن باسورد. هو انتوا مش شفتوش الشكل ده قبل كده؟ الشكل ده مش شفتوش قبل كده صح؟ صح؟ اظن انتوا شفتوه قبل كده. ده كني بعرف فاريبل بس كده يا شباب. لا ليه؟ في كوما. انا بعتذر. والتانية بتختصر شوية في البرفورمانس، ان انا بعرف كله بس في مكان واحد كده، فده كان اوبتمايزد. طيب انا عايز لما اضغط على الزرار دوت اد ايفنت لسنر كليك على الزرار ده، هيروح يجيب الفاليو اللي الراجل دخلها في اليوزر نيم والباسورد، واجي هنا للخطوة اللي انتوا قلتوا لي عليها، ان انا اسند اجاكس ريكويست تو سيرش. ده في الويب هو نفس الكونسيبت، بس احنا مش هنبعت اجاكس ريكويست، هنبعت ريكويست بس للمكان اللي بيعرف ياخد اكشن اللي هو الاب دوت جي اس. تمام. هتبعت ريكويست ازاي؟ هتبعت ريكويست ازاي؟ مش هنبعت اجاكس ريكويست، هو ريكويست تو الاب دوت جي اس. التيتانيوم بيديني طريقه كده ان انا ابعت حاجه من البرزنتيشن لاير للمكان بتاع الاكشن لاير اللي بياخد فيه الاكشن. بتنفذ الكلام ده ازاي؟ تي اي دوت اب دوت فاير ايفنت. ده كده تي اي دوت اب دوت فاير ايفنت. الفانكشن دي مهمتها ان هي تبعت ايفنت كده او ريكوست، تبعت ايفنت فاير ايفنت. تمام. سميه اي اسم، وليكن نسميه مثلا ابانوب، ان كانت بتتكتب كده. تمام. نسميه اي اسم. تمام. فاير ايفنت ابانوب. انا هنا دلوقتي لما ضغطت على الزرار بتاع لوجن، انا عايز ابعت ريكوست، فانا بسيموليت كان انا ببعت ريكوست، ده فاير ايفنت باي اسم. تمام. زمان في الويب انت كنت بعت ريكوست لصفحه دوت اس بي صح؟ الصفحه دي كانت دايما بتبقى عارفه ازاي هتتعامل مع الريكوست ده. انا هجيب منه اليوزر نيم والباسورد بالشكل الفلاني، انا عارف ان انا مبعوت لي كذا وكذا. هنا نفس القصه، ده المفروض ان الصفحه دي دلوقتي مستنيه، او انت بتعدها ان هي تستنى ان الريكوست اللي جاي ده او الايفنت اللي جاي. فبتعدها ازاي؟ بتعمله تي اي دوت اب دوت اد ايفنت لسنر. انا مسمي هنا الايفنت اللي حصل او اللي هيحصل ابانوب صح؟ فهخلي الصفحه الثانيه دي تستنى لما يحصل اي حاجه ايفنت اسمه ابانوب. مجرد ما يحصل ايفنت اللي اسمه ابانوب ده هتعمل اكشن، وليكن مثلا ستور داتا داتابيز. تمام. او هتشيك داتا فروم داتابيز، داتا فروم داتابيز. طيب يبقى انا هنا لما ضغطت على الزرار بتاع لوجن في اللاير او في السايد بتاع ال HTML CSS جافا سكريبت، عمل فايرنج الايفنت كده، بيسيموليت اكنه بعت ريكوست، وبعرف المكان اللي هيروح له الريكوست ازاي يستقبل الريكوست.
ازاي استقبل الريكوست بالاب تي اي دوت اب دوت اد ايفنت ليسنر ابا نوب. ده الريكوست اللي حصل له فايرنج هنا او الايفنت اللي حصل له فايرنج هنا، تمام؟ فانا هنا هستنى لما الريكوست يجي، مجرد ما يحصل جوه هنا فانكشن دي كول باك فانكشن دي هيتنفذ ايه اللي هيحصل مجرد ما الريكوست يجي، تمام؟ طيب هو انا ببعت الريكوست فاضي كده ولا شايل ديتا؟ شايل ديتا صح؟ انا هنا بعت الريكوست بس. عشان تبعت مع الريكوست ديتا او مع الايفنت ده ديتا هتبعتها في جافا سكريبت اوبجكت بالشكل ده، عباره عن جافا سكريبت اوبجكت كيو فاليو. الكي ده من وحي خيالك، سميه اي اسم وليكن في الحاله دي عايزين نسميه مثلا يوزر نيم. خلي الفاليو بتاعته يوزر نيم فاليو الراجل دخلها في التكست فيلد وانا جبتها، كوما سيبريتور كي باسورد الفاليو بتاعته باسورد فاليو. فانت كده عملت فايرنج للايفنت من السايد بتاع الديزاين، ومحتاج ان انت في المكان اللي هيروح له الايفنت او الريكوست تمسك بقى الريكوست اللي جاي لك ده وتطلع منه الداتا اللي جايه، اكنك شغال ويب بالظبط. انا هنا مسكت الريكوست من خلال الايفنت اللي اسمه ابانوب، والداتا اللي مبعوته لي هستقبلها من خلال ايفنت اسمه اي اللي هو اللي بيماب الداتا بتاعه الايفنت اللي حصل دلوقتي. لو جيت هنا عملت alert اي دوت يوزر نيم يوزر نيم، فاي دوت يوزر نيم دي هترجع لي الفاليو اللي الراجل بعتها مع الريكوست، اللي بعتها مع الريكوست اوبجكت ده مع الداتا اللي جايه مع الريكوست، بعت لي هنا يوزر نيم الفاليو بتاعتها يوزر نيم فاليو، تمام؟ فانت هتستقبلها هنا بالشكل ده اي دوت يوزر نيم، هيجيب لي الفاليو اللي الراجل بعتها من هناك من اللاير بتاعه الديزاين، تمام؟ تاني ممكن كات كده كمان معاها مثلا الاي دوت باش. انت كده قدرت تجيب داتا من الديزاين استقبلتها في الاب جي اس، بيتاكت از اكنها السيرفر سايد بتاعك. بعد ما جبت الداتا بقى ده اللي بيقدر ياخد الاكشن، الفايل اللي اسمه اب دوت جي اس ده اللي بيقدر ياخد الاكشن. ممكن ياخد الداتا دي بقى يروح يشوف الداتا بيز موجودين قبل كده ولا لا، ممكن يعمل لهم ستور في الداتا بيز، تمام؟ فهنحتاج نرن. عيب بقى اللايف فيو في القصه دي ان اللايف فيو مش شغال معايا لو انت شغال باي فايل الامتداد بتاعه مش دوت جي اس. فانت عامل هنا فايل دوت اكس دوت اتش تي ام ال صح؟ ومعدل في الفايل اللي هو دوت سي اس اس، فاللايف فيو عندي مش هتبقى شغاله، فهحتاج ان انا اعمل بيلد من اول وجديد. بعد بس القصة بتاعت اللايف فيو دي متأخرة ثانيتين خلاص عشان يبلد
نصبر بس، عملية البلد دي بتاخد وقت. تمام كده، يلا يلا كده اشتغل، تعالوا نجرب مثلا البيزنس، مثلا 1 2 3 4 5 مثلا، فهعمل لوجن، فكده الريكوست وصل لي، اتبعت من الديزاين لاير، بعت من الديزاين لاير HTML CSS جافا سكريبت للاد.js، ده المكان اللي بيقدر ياخد اكشن، لكني شغال ويب بالظبط، وبعت اجاكس ريكوست من الاتش تي ام ال للسيرفر سايد عشان ياخد لي اكشن. تمام. طيب هنا انا ممكن اصلا اليو ار ال ده يبقى حاجه ريموت، يعني مثلا هنا اقول له يو ار ال اتش تي بي مثلا يوم 7 يوم السابع مثلا .com. عمل لي لودنج لليوم السابع في الابلكيشن بتاعي بالشكل ده. ايه؟ فانت مش شرط تبقى الديزاين بتاعك ده لوكال. انتوا اصلا لو عاملين اي بروجكت مثلا، وعاملين عملتوا اي بروجكت بتاع الاي اس بي ده، رفعتوه على ريل هوست؟ رفعتوه على ريل هوست ولا؟ في حاجة اسمها اوبن شيفت، لو ترفعوا عليها تقريبا بتسبورت دوت نت، ترفعوا عليها الشغل بتاعك عشان يبقى لكم شغل مرفوع ريال هوست، عشان لما تقدموا في شركات مثلا يبقى انتوا لكم مواقع بترن على الاونلاين. تمام. طيب انا ممكن يبقى عندي اكتر من ويب سايت او اكتر من ويب فيو مثلا في الابلكيشن بتاعي، مثلا تعالى نسمي دي سكند ويب فيو، خلي دي مثلا بتجيب اليوم السابع مثلا، وخلي دي تجيب لي يلا كوره ياكم، اضيفها على التوب ليفل كونتينر بتاعي. انا محتاج التو ويب فيو دول يظهروا تحت بعض بشكل فيرتيكال، كل واحد ياخد 50% مثلا. ايه؟ انهي اللي بعمله؟ اليوم السابع مش معروف. تمام. هخلي بس التوب ليفل كونتينر بتاعه من اللاي اوت بتاعه بفيرتيكال. واجيب دي اقول ان هي الهيد بتاعها مثلا تاخد 50%، واقول ان دي مثلا كمان تاخد 50%. شوف بقى الشغل اللي هيطلع لنا ده. فيطلع عندي كده اليوم السابع ويلا كوره في باكج واحده كده، بس طبعا مفيش حد بيعمل الكلام ده. دي حاجه بس عشان اقول لكم ان الويب فيو بتشغل حاجه ريموت وحاجة لوكال. جاب لي كده اليوم السابع. بس الدنيا سكرول بس، مفيش حد بيعمل الكلام ده.
بس بوريكوا ان ازاي ممكن اجيب حاجه ريموت او حاجه لوكال موجوده عندي على الماشين بتاعتي. هنشيل الكلام ده من هنا. نرجع تاني اللي احنا عاملينه. انت في الاول وفي الاخر، في الاول وفي الاخر ده عباره عن ويب ديزاين. ممكن تكون مستخدم سكريبتات اكسترنال فايل، مثلا منزل جي كويري مثلا من على السي دي ان بتاعهم، منزل اي سكريبت جاهز. فانت اي موقع باي ديفولت بيحتاج وقت عشان يلود، صح؟ عشان يلود كل الكومبوننت بتاعته. فانت افرض عايز تاكسس حاجه من الاب جي اس موجوده جوه الديزاين اللي انت عامله، فمش هينفع تاكسسها غير لما الموقع ده يلود. فازاي هلسن من الاب جي اس ان كل الديزاين اللي انا عامله ده خلاص حصل له لودنج بشكل تمام؟ باجي هنا على الويب فيو اللي انا عاملها، بركب عليها listener add event listener. تتخيلوا اكون بلسن على ايه مثلا؟ بلسن على اكشن اسمه لود. ده بيفاير مجرد ما الويب ديزاين بتاعك اللي انت عامله ده يحصل له لودنج، تمام؟ انا هكون مثلا عايز اعمل ايه مثلا من الاب جي اس؟ انت عايز من الاب جي اس اكسس فانكشن مثلا هنا. هنعمل فانكشن كده هنا في السكريبت بتاعي هسميها فانكشن، هنعمل هايد مثلا للبفر، هنعمل هايد حاجه اخلي الباتن ده جلوبال، جلوبال هنا في الجافا سكريبت. اول فانكشن دي مجرد ما هستدعيها هتخفي لي بس الباتن ده ستايل دوت فان دوت ديسبلاي، خليها مثلا كده مثلا. مهمة الفانكشن دي ان انا مجرد بس ما اعمل لها كول تخفي بس الباتن بتاع اللوجن ده. فانا عايز من خلال الفايل اللي اسمه اب دوت جي اس ده استدعي الفانكشن اللي اسمها هايد بي تي ان دي اللي موجوده فين؟ في الديزاين لاير. فانا عايز من خلال اب جي اس اكسس فانكشن موجوده في الديزاين لاير. فبتعمل كده ازاي؟ انت مش هينفع تاكسسها غير لما تتاكد ان كل حاجه خلاص حصل لها لودنج، السكريبت ده حصل له لودنج، كل حاجه حصل لها لودنج. فبتركب هنا ليسنر اسمه لود، اد ايفنت ليسنر للود على الويب فيو. وتاكسس ازاي بقى فانكشن موجوده جوه الكود ده؟ في طريقه في التايتنيوم بتعمل حاجه زي كده، فانكشن اسمها دوت eval جي اس. بتجيب الويب فيو بتاعتك eval دوت جي اس، بتاخد عندي بارامتر، البارامتر ده هيكون اسم الفانكشن بتاعتك. انت عايز اكسس الفانكشن اللي مكتوبه جوه الكود بتاع الديزاين اللي جوه الديزاين لاير اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، عايز اكسس حاجه من خلال الاب دوت جي اس. دي العمليه العكسيه اللي احنا عملناها من شويه، كنا عايزين نبعت حاجه من الديزاين لاير للاب دوت جي اس فبعتناها بريكوست. هنا انا عايز اكسس حاجه من خلال الاب دوت جي اس مكتوبه جوه الديزاين. فاول حاجه هتاكد ان الديزاين ده حصل له لودنج خلاص من خلال الفانكشن دي. مجرد ما الديزاين يحصل له لودنج انت عايز تاكسس فانكشن اسمها هايد باتن، تكتبها بالشكل ده وتعمل لها كولينج كده بالراوند بريس، تمام؟ مجرد ما الديزاين هيحصل له لود الفانكشن دي هتستدعى. طب الفانكشن دي لما تستدعى ايه اللي هيحصل؟ هيخفي الباتون ده، تمام؟ تعال نطلع كمان معاها اليرت كده وليكن اليرت فروم ديزاين. عملت تعديل في الفايلز دي، هاجي بيلد
انهي فايل؟ ده ده الاب دوت جي اس. ده ده دلوقتي الويب فيو دي دي شايله كل اللي انت كتبته ده ال HTML الاندكس دوت HTML. مش انت عامل فيها هنا انكلود السكريبت ده؟ مش انت عامل فيها انكلود السكريبت ده اهو موجوده جوه جوه السكريبت. انت عملت الاندكس دوت HTML هو ده الويب فيو دي ال URL بتاعتها الاندكس دوت HTML ده. لا هو احنا في الجافا سكريبت، في الجافا سكريبت انا جيت هنا عملت اكتر من سكريبت صح؟ قلت لي يبقى هنا مثلا في الاندكس اتش تي ام ال جيت كتبت كده سكريبت فانكشن هايد باتون. هي دلوقتي مش الهايد باتون دي هتعمل اوفر رايد على هنا دي، وينفع يبقى عندي اثنين فانكشن في الجافا سكريبت بالشكل ده؟ الجافا سكريبت شوف بس لما يرن، لما يرن تايم كده نظبط. لسه ما وصلش لود، لسه الابلكيشن ما عملش بيلد. طب ثواني كده قبل ما يعمل بيلد مش هتركزوا في الجزئيه دي، احنا خلاص هناخد بريك كمان شويه. ركزوا في الجزئيه دي يا عم. في ايه؟ بصوا كده ده ديزاين انا عامله، مش احنا عاملين ديزاين دلوقتي. هو كده دلوقتي فاهم ان هو ويب ديزاين، لسه مش متفاهم ان هو هيشتغل على ابلكيشن مثلا، هيشتغل على ابلكيشن. فبصوا هنا لما هعمل دبل كليك بيعمل ايه؟ بيزوم، اختفى. تمام، بيزوم ليه؟ لان هو فاهم كده ان هو ويب ابلكيشن. وانت رفعت اي موقع وعملت عليه دبل كليك كده ليه بيزوم من خلال براوزر؟ لا، فانا عايز اقول له ان الديزاين ده هيبقى موبايل اب مش هيبقى ابلكيشن. فبعمل حاجه زي كده من خلال ميتا تاج النيم بتاعها حاجه اسمها فيو بورت. انتوا اخدتوا بوت ستراب صح؟ اخدتوا كورس بوت ستراب. ايه الفيو بورت دي؟ اخدتها في بوت ستراب صح؟ هي بتعمل ايه؟ بالظبط كده. انا بقى هقفل عليه القصه دي كلها واقول له هنا فاليو اسمها سكيلابل خليها بزيرو. من خلال الميتا تاج ده الديزاين هيفهم ان هو كده انا عايزك تبقى ثابت على الجزئيه دي، انك تخليك اكنك موبايل ابلكيشن مهما يضغط عليك مش هيزوم، مش هيدخل يزوم. تمام، محتاج نبلد كده
خلاص هنرن الابلكيشن ده وهتشوف الاوتبوت بتاعه وبعد كده هتاخده بريك. بس قبل ما هاي بيلد نريكاب بس اللي احنا قلناه. احنا قلنا النهارده ان انا عندي تركيب الكروس بلاتفورم الهايبرد وتراك كروس كومبايلنج. كروس كومبايلنج ده احنا نعمل ديزاين كله بالجافا سكريبت ونحصله منه بعد كده على اندرويد او اس او جي تو سي. احنا هنا مش هنا فريق الهايبرد. فريق الهايبرد انت بتبني الابلكيشن بتاعك هنا بتعمل ويب ابلكيشن. زين لير لما هعمل اوكي خفى البطن تمام. اللي احنا عملناه ان انا دلوقتي مشيت فريق الهايبرد عملت ويب ديزاين وخلوا الديزاين ده حولته لموبايل ابلكيشن تمام. قدرت من خلال الديزاين ان انا ابعت ريكوست للاب جي اس عشان ياخد اكشن تمام. عشان الاتش تي ام ال ده مش بيعمل حاجه غير انه بيديزاين بس بالشكل. وقدرت ان انا من خلال الاب جي اس ابعت حاجه للديزاين عشان اخد انا اكشن جوه الديزاين اقفل بطن مثلا اعمل اي اكشن على الديزاين ده تمام. الجزء ده لحد دلوقتي كده خلصنا المطلوب مننا في الهايبر. هتاخدوا بريك ايه؟ اه ايه؟